أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. إذن لو تحدثنا بداية عن هذا المؤتمر الذي يعقد يعني لأول مرة، عن أهمية عقد هذا المؤتمر الذي يختص في الأمراض الأمعاء الالتهابية. حقيقة المؤتمر لم يعقد أول مرة، المؤتمر يعقد كل سنة لأمراض الأمعاء الالتهابية، ولكن المرة أول مرة يعقد بمدينة أو بلد عربية، والمرة عقد بمدينة الناصرة يعني. نعم، هذا هو يعني القصد، لأول مرة في المجتمع العربي عمليا في مدينة عربية. السؤال هو يعني ما أبرز القضايا التي تم طرحها خلال هذا المؤتمر؟ أهم شيء هي عدة مناظرات وأبحاث جديدة اللي كانت تتطور في الفترة الأخيرة يتم عرضها ومجادلتها، وهل يمكن تطبيقها في البلاد، هل يمكن إعطاء العلاج اللي تم بحثه بالخارج أو هنا بالبلاد للمرضى تبعينا، طرق علاج جديدة أو طرق تشخيص جديدة اللي ممكن نستعملها في علاج الأمراض الأمعاء الالتهابية وتطبيقها في داخل البلاد. نعم، إذا تحدثنا عن أمراض الأمعاء الالتهابية، هل هي منتشرة يعني لدى المجتمع العربي أكثر من المجتمع اليهودي، أم يعني أنها أمراض يعني منتشرة في يعني لدى جميع المواطنين بذات النسبة؟ أمراض الأمعاء الالتهابية هي عادة كانت تكون أزيد عند المجتمع اليهودي الجاي من أوروبا، بس في الفترات الأخيرة في السنين الأخيرة بنشوف ازدياد حاد بحالات الأمراض الأمعاء الالتهابية بالوسط العربي، 3 أضعاف من السنين السابقة، وهذا بتعلق بعدة أشياء. هو أنه نمط حياتنا صار مشابه كثير لنمط الحياة في المجتمع الغربي، هو من عدة أنحاء، من ناحية الغذاء، الوقاية، عدم الحركة والسمنة، كل هذه الأشياء. إذن هل هذه هي العوامل الأساسية التي تؤدي إلى أمراض الأمعاء الالتهابية؟ يعني لو تشرح لنا أكثر عن العوامل وطرق الوقاية لربما من هذه الأمراض. في عدة عوامل اللي بتسبب هذه الأمراض. أول شيء في عوامل نقدر نسيطر عليها وفي عوامل ما بنقدر نسيطر عليها. العوامل اللي بنقدر نسيطر عليها هي العوامل الجينية، زي ما في وراثي زي حد من العائلة اللي عنده أمراض أمعاء التهابية، احتمال برضه يصيب حد من الأطفال أو من الإخوة، هذا الشيء ما بنقدرش نسيطر عليه. من الناحية الثانية الأشياء اللي بنقدر نسيطر عليها هي الغذاء. الغذاء أما ناكل أكل هو معبد صناعيا وفي مواد كيماوية أو محطوط فيه مواد حافظة لفترات، هذا الغذاء هو بيزيد من احتمالية إصابة بأمراض أمعاء الالتهابية، ليس السبب الرئيسي ولكن أحد الأسباب. فيش سبب معين تقدر تقول هذا هو السبب اللي بيسبب أمراض أمعاء الالتهابية، ولكن عدة مؤشرات وعدة أسباب مع بعض. نعم، أود أن أكتفي بهذا القدر. يعني أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد البشيش من مستشفى تال هاشومير، وكنت معنا من المؤتمر الذي يعنى بالأمراض الالتهابية في مدينة الناصرة. شكرا جزيلا لك.